هذه الكتب لا تحمل حروفاً أبجدية بين صفحاتها، بل تحمل نقاطاً منقوشة ترسم حروفاً على يد من يتلمسها. هي حروف البرايل، نظام الكتابة المستخدم للمكفوفين وضعاف البصر. بالنسبة لـ 2018 عندنا عدد المترددين 2207، على تقريباً 60 مشترك، وهذا معدل كبير للتردد نتاعهم، يفوق على الأقل بالنسبة لي، ما عنديش إحصائيات دقيقة، لكن بالنسبة لي يظهر لي فوق مستوى ولا معدل تردد الأشخاص المبصرين على الفضاءات تاع المكتبة الوطنية. السلام عليكم. بس الحمد لله. نروح نجيب المجلة تاعي. لذوي الإرادة القوية من المكفوفين لا شيء يقف عائقاً أمام القراءة والمطالعة. السيد صحنوني يرتاد على جناح البرايل بالمكتبة الوطنية منذ سنوات. اليوم وبعد أن استفاد من التقاعد غالباً ما يزور جناح المكتبة للمطالعة. بسبب مرض أو خوف يقول عند إحرامه، دخلت للمدرسة العاشورة هذيك سمعت بها، دخلت قريت تما لي زاني تاعي، تعلمت البراي، خاطر البراي تاعنا هذا متركب كله على 6 نقط، الخانة الواحدة كاين 6 نقط، ومع كل حرف كيفاش يتكتب حسب النقاط تاعو. إوا راني نجي هنا للمكتبة، ماكش نجيب كري صح؟ صح كي خسرت وليت نجي. كثيرون هم رواد جناح البرايل، تستقطبهم الكتب على الرفوف وحتى الكتب المسموعة بالكمبيوتر. نحفظوا لي تو شويه جايين، وبعد الانفورماتيك هذا كاين لوجيسيال اللي نستعليوه في الميكرو، واللي كيستعملوا الميكرو يقرا لنا هذه. تتنوع المراجع المتوفره بالمكتبه، كتب تاريخيه، علميه ودينيه، ولكن المشكل هو عدم تجديد قائمة المراجع، كون أغلب الكتب المتوفرة هي عبارة عن هبات من مؤسسات مختلفة. طباعة البراي في الجزائر ما زالت في بدايتها، المقرر المدرسي حتى الفترة الأخيرة وين قدر يوفروه، فما بالك بالكتاب العادي. كان في وزارة التعليم العالي ربما 400 إلى 500 طالب جامعي مكفوف، ما فيه ولا كتاب جامعي مطبوع لصالحهم. طباعة البراي ما نقولوش ما فيه ولا كتاب من وزارة الثقافة، لكن ما فيهش العدد الكافي، ولا يطبعوا تقريبا 20-30 عنوان ربما من اللي بدات وزارة الثقافة تكلف بطباعة البراي، بالك لحقنا 70-80-90 عنوان. إثراء المكتبة الوطنية بالكتب المطبوعة بنظام البرايل قد يسمح باستقطاب عدد أكبر من القراء الذين تحدوا إعاقتهم بحثاً عن العلم بين صفحات بيضاء لا يفهم رموزها سوى من يتقن قراءة البرايل. عام 1434.